السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية، في موضوع مهم وشائك جدا، هو موضوع مصائد حبوب اللقاح. البعض يتساءل، أسئلة كثيرة مطروحة هنا وهناك وبشكل دائم، هذه المصائد تعيق عمل النحل، هذه المصائد تؤخر انطلاقة النحل. هناك شق آخر لهذا الموضوع يتطرق إليه الأستاذ الفاضل المهندس عبد أسعد من سوريا حول أهمية مصائد حبوب اللقاح والإيجابيات التي نحصل عليها من هذه المصائد. ليست حبوب اللقاح وحسب، هناك أمور مهمة وكثيرة تفيد أخونا النحال، سنتطرق إليها في هذا الفيديو، فكونوا معنا. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات أعضاء ملتقى النحالين العرب، أسعد الله صباحكم بكل خير. إخوتي النحالين، أرغب أن أتكلم عن تأثير مصيدة غبار الطلع على الخلية من حيث تقدم الحضنة ومن حيث إنتاج العسل. طبعا مما لا شك فيه والمعروف لدى الجميع عن أهمية غبار الطلع من الناحية الغذائية والناحية العلاجية، فعلى ما أعتقد أن غبار الطلع هو أغنى مادة غذائية موجودة على سطح الأرض بعد العسل، أو الدور الذي يقوم به غبار الطلع في تغذية الإنسان يعني لا يجاري شيء في الطبيعة. قبل الإجابة على هذا السؤال لازم ننتبه إلى أنه الفائض من غبار الطلع في الخلية بدون تشغيل المصيدة بيعمل على يعني إيجاد إطارات من غبار الطلع بين عش الحضنة. هذه الإطارات أكبر محفز على التطريد، يعني إذا الخلية فيها غبار طلع كثيف في وسط الحضنة فالخلية بدها تطرد لا محالة، فتخفيف إطارات الغبار الطلع من عش الحضنة هذا تقريبا بحد أو بيمنع من عملية التطريد. هاي ملاحظة هامة لازم ننتبه لها، يعني لازم ما نسمح لعش التربية للنحل في عش التربية يكون واضع إطارات غبار طلع. إذا اضطر الأمر وما كنا مركبين مصائد فعلينا إزالة هذه الإطارات لحتى ما تفصل الخلية إلى قسمين أو أكثر، وبالتالي الخلية بتكون هون مصرة على التطريد مهما كلف الأمر. فهي نقطة أساسية بدنا ننتبه لها إن شاء الله تعالى. في عنا نحن موضوع النقطة الثالثة اللي بنتحدث فيها مهمة، هي قطر الفتحة اللوحة المثقبة. قطر فتحة اللوحة المثقبة، قطر الفتحة هون له علاقة بنوع النحل، له علاقة بنوع النحل وحجم النحل. طبعا يختلف هون القطر المطلوب من حوالي 4.5 مليمتر إلى 4.8 تقريبا مليمتر، أكثر من هيك تقريبا ما بتعود تصطاد المصيدة. بالنسبة للنحل السوري، النحل السورية مختبرة على قطر فتحة اللوحة المثقبة 4.6 مليمتر، عفوا 4.6 مليمتر. هذه اللوحة عم تعطي نتائج ممتازة على مستوى النحلة السورية المحلية، وكل نحال بإمكانه هو يجرب ويشوف. يعني أنا إلي أصدقاء بسوريا بيتعاملوا مع لوحة مثقبة قطر 4.8. أنا ركبتها عندي بالمنحل ما أعطت نتائج ولا أعطت شيء، معهم اشتغلت حسب النحل اللي هو عم يربي منه. هذا والله أعلم. إذن قطر الفتحة فتحة اللوحة المثقبة مهم، كل نحال بده يحط الفتحة المناسبة لنحله اللي هو عم يشتغل عليه. هاي نقطة أساسية.
طيب بنرجع، انا حطيت مصيدة غبار طلع، وبعد اسبوع بدي اكشف الخلية، بدي اعرف يا ترى هذه المصيدة هل اثرت على تطور الخلية، من حيث اذا كنت في مرحلة الربيع مثل المرحلة اللي نحن فيها الآن عم بقوم في تجيش النحل، أو في موسم فيض. الأمر بسيط جدا، بس اكشف على الخلية بعد تشغيل مصيدة غبار الطلع بحوالي أسبوع تقريبا مثلا، فبدي انتبه على الإطار رقم واحد والإطار الأخير، يعني الإطارين الطرفيات اللي ما هن في لون حضانة. فمجرد ما لقيت هذول الإطارات فيهم غبار طلع، فمعناتها المصيدة لا تؤثر بتاتا على تطور الحضانة، لأنه عندها فائض من غبار الطلع، فما بسمح للخلية أنا يكون ما عندها غبار طلع في الإطارين الأول والأخير، أو أي إطارات التغذية الأول والأخير. فبمجرد وجود غبار طلع في الإطارين، فهذا يعني أن غبار الطلع هو مكسب إضافي للنحال، ومو مكسب إضافي ولكن يحفز على عملية تجييش النحل، وبيعطيني إطارات حضنة كاملة من الخشب للخشب في حال هذا التوازن. أما إذا لقيت انه والله ما في عندي غبار طلع في الاطار الاول وفي الاطار الاخير، فهذا يعني انه المصيدة عم تاثر على تطور النحل، فبعمل على فتح الباب اللي ما بيصطاد وبسمح للنحل يدخل للخلية بدون ما نصطاد منه غبار طلع. بتصور انه الكلام واضح والفكرة واضحة، وبدنا ننتبه للنقطة هاي. النقطة الثانية هو عبارة عن نوع هذه اللوحة المثقبة. مثلا ممكن تكون هذه اللوحة معدنية، وممكن تكون مادة البلاكسي الشفاف، وممكن تكون، وهذا الأهم والمهم ولازم نعطيه انتباهنا، تكون نوع من الفيبر كلاس. هذه المادة أفضل الأنواع لصناعة الألواح المثقبة المعدة لإنتاج غبار الطلع. هذه المادة فيها صفات الفورميكا، أو الفورميكا هي مادة الفورميكا، إلها صفاتها إن هي قاسية تقريبا مثل المعدن، محها قساوة، والفتحة فيها بتكون دقيقة، الفتحة على الليزر بتكون دقيقة، ومع الزمن ما بتتآكل وبتتوسع لحتى تقلل من إنتاجية غبار الطلع. إذا هاي نقطة بدنا ننتبه لها، نوع المادة اللي منشكل منها شو اسمه اللوحة المثقبة. طبعا المعدنية بتأثر على جسم النحل، ما بتتاكل ولكن بتأثر على جسم النحلة. مادة البلاكسي، هناك مواد أخرى طرية مع الزمن تتآكل وتوسع الفتحة، بتوسع الفتحة، فتحة اللوحة المثقبة. وفي عنا مادة الفورميكا، هذه المادة مادة أنا جربتها وعملية جدا، واللي في عنده اقتراحات أو معارف في أمور تانية يا ريت يعني ينورنا. طبعا نحن بدنا الخير والمعرفة للجميع. هذا بالنسبة للنوع الفتحة المثقبة. في معرض الحديث عن مصائد غبار الطلع، في عنا نحن نستخدم في مصيدة غبار الطلع ما يسمى باللوحة المثقبة. اللوحة المثقبة هي في إلنا عليها ملاحظتين. الملاحظة الأولى لازم نعرف، أو بالأحرى ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى لازم نعرف إنه سماكة هذه اللوحة يجب ألا تزيد بشكل من الأشكال، سماكة اللوحة المثقبة يجب ألا تزيد بشكل من الأشكال عن سماكة 1 مليمتر.
إذا سماكة اللوحة المثقبة يجب ألا تزيد بشكل من الأشكال عن 1 مليمتر، وكل ما كانت أقل من هيك بيكون أفضل. يعني لو كانت سماكة اللوحة 6 دوزين بتكون ممتازة. هاي النقطة الأولى، سماكة اللوحة. طبعا هذا مو الحديث اللي بدنا نتكلم فيه، بدنا نتكلم نحن اجينا لمصيدة غبار الطلع وضعناها على الخلية او شغلنا المصيدة على خلية غبار الطلع. هل تشغيل مصيدة غبار الطلع بيأثر على مثلا تطور وتجييش النحل في الربيع؟ هل تؤثر مصيدة النحل على إنتاج العسل في مواسم الفيض؟ هذا سؤال مطروح وبدنا نجاوب عليه. يعني هذا والله أعلم بالحديث اللي حابين هلا نحكي فيه عن مصيدة غبار الطلع وآثارها السلبية والإيجابية على المنحل. وطبعا غبار الطلع بس نقطفه من الخلية لابد من تعريضه لنوعين من الغرابيل. النوع الأول قطر 3 مليمتر لفرز بعض الشوائب بتكون فيه، النوع الثاني هو المنخل الناعم لحتى يتساقط منه الغبار الطلع الناعم، ومن ثم يتعرض إلى موضوع التعقيم بالتجميد ومن ثم إلى التجفيف. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الأستاذ محمد حيدر أبو أحمد، مهندس زراعي مختص تربية النحل، معنا بالمنتدى بيقرأ وبيقول لي إنه لسه في فائدة لمصيدة غبار الطلع أنت راحت عن بالك. قلنا له تفضل. راعى المنحل لقى الطرد طالع من الخلية، من خلية عليها مصيدة، ولأنه عليها مصيدة فالملكة ما قدرت تطلع، قام الطرد وين قاعد على الخلية، فضب الطرد فتح باب المصيدة وضب الطرد. فهي فائدة من فوائد مصيدة غبار الطلع. هي اتكرم علينا فيها الأستاذ أبو أحمد حيدر، الله يجزيه الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. أحسنت جدا جدا أخي أبو موسى. أساسا من زمان كنا نفصل قواعد خلايا مشبكة بس فيها شبك بس مشان الفروة، يعني كنا نعقم من أسفل الخلية ونحط ورق على تحت الشبك مشان نعرف الفروة. فهلا هاي اجت بطريق المصيدة مكسب إضافي ولو كان أساسي. الله يجزيك خير يا أبو موسى ويسلم ذياتك. المداخلات حلوة، دائما المداخلات حلوة. اللي بينسى نقطة بذكره فيها أخوه الثاني بيكون أفضل. أنا بحب المداخلات وبحب التعليق على أي مقطع صوتي، أي عملية نستفيد منها، فيها فائدة للجميع.